على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. الكلمه دي يا جماعه خارجه من مين؟ الكلمه دي خارجه من الملكين بتوع الحساب الذين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتاه ملكان اسودان ازرقان فيسالان ربه دينه من نبيه. جاوب جاوب بسرعه، جاوب على الاسئله اللي انت كنت واخد الدنيا دي كلها عشان تستعد ليها. مفيش ثانيه هتتساب لك، الامتحان ده ما بيتسابش فيه وقت، الامتحان ده لازم الاجابه فيه تبقى فوريه، الامتحان ده لازم تلقط الاجابه فورا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. انت قاعد بقالك 40 50 سنه في الدنيا، مش مطلوب منك غير انك تجاوب على الثلاث اسئله دول، لازم لازم الاجابه بتاعتك تبقى فوريه الوقت. ما ينفعش ان انت تتغير، ما ينفعش ان لسانك يتلعثم، ما ينفعش ان قلبك يتردد. انت كنت في الدنيا وظيفتك الثلاث اسئله دول، مهما كان وقت الامتحان صعب، وقت الامتحان في اول ليله في القبر. اول مره الانسان مش هيبات على بيته، اول مره الانسان مش هينام على سرير، اول مره الانسان مش هيشوف عياله قبل ما ينام، اول مره الانسان هيبقى لوحده. حتى لو زمان الامتحان صعب، حتى لو مكان الامتحان صعب جوه القبر تحت التراب، حتى لو شكل الملكين صعب اسودان ازرقان، حتى لو طريقه السؤال صعبه، فيقولان له ما ربك ما دينك من نبيك. هم دول الثلاث اسئله اللي انت بقالك 50 سنه في الدنيا بتحصل في اجابتهم بس. هو ده الامتحان بتاعك دلوقتي. فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينتهره ويقول له من ربك ما دينك من نبيك. ما انا قلت ربي الله، انت بتنتهرني ليه؟ ما انا قلت ديني الاسلام، انتوا بتشدوا عليا ليه؟ ما انا قلت نبي محمد، انتوا بتسالوني تاني ليه؟ ما انا جاوبت خلاص. من ربك ما دينك من نبيك. لو هو شاكك في دينه، لو هو شاكك في الاسلام، لو هو شاكك في بعثه النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لو هو شاكك في الله والعياذ بالله، ساعتها مش هيقدر يجاوب تاني، ساعتها هيتلعثم، ساعتها هيتردد. فهو امتحان في العقيده. فتخيل بقى ان الملكين الاسودين الازرقين دول، تخيل الملكين اللي في اول ليله في القبر دول، تخيل الملكين اللي تحت التراب دول، تخيل هذين الملكين اللي بينتهروا العبد لما تلاقيهم بيقولوا العبد من العبيد على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. انت كنت مصدق بحق وحقيقي، انت كنت من اهل اليقين بحق وحقيقي. تخيل بقى لما دول يقولوا كده. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في وادخلي جنتي.